لقد تعلمنا عن جمع المصفوفات، طرح المصفوفات، وضرب المصفوفات، وربما كنت تتساءل هل هذا يعادل قسمة المصفوفات؟ وقبل البدء في ذلك دعوني أوضح بعض المفاهيم لكم، ثم سنرى أنه يوجد شيء ما ربما لا يعتبر قسمة بالضبط بل يشابهها. وقبل البدء في ذلك سأوضح لكم مفهوم مصفوفة الوحدة. إذن مصفوفة الوحدة عبارة عن مصفوفة وسأشير إليها بالرمز I. عندما أضربها بمصفوفة أخرى لا أعلم إذا كانت هذه، عندما أضربها بمصفوفة أخرى سأحصل على مصفوفة أخرى، أو عندما أضرب هذه المصفوفة بمصفوفة الوحدة سأحصل على مصفوفة مرة أخرى. ومن المهم أن تدرك أنه عندما تقوم بضرب المصفوفات فإن الاتجاه يكون له أهمية. وفي الواقع أنا أعطيكم بعض المعلومات هنا والتي لا يمكننا أن نفترض أننا نقوم بعملية ضرب عادية بحيث أن A ضرب B تساوي B ضرب A. من المهم أنه عندما نضرب هذه أن نؤكد على أهمية الاتجاه الذي نتبعه في عملية الضرب. لكن على أي حال، وهذا ينجح بكلا الطريقتين فقط إذا كنا نتعامل مع مصفوفات مربعة. يمكن أن تنجح باتجاه واحد أو بآخر إذا كانت هذه المصفوفة غير مربعة، لكن لا تنجح بكلا الطريقتين. ويمكنك أن تفكر في هذا من حيث المبدأ التي تعلمناها بها ضرب المصفوفات. لكن على أي حال سأقوم بتعريف المصفوفة الآن. كيف تبدو هذه المصفوفة؟ إنها بسيطة للغاية. إذا كان لدينا مصفوفة 2 ضرب 2، مصفوفة الوحدة هي 1 1 0 0 1، وإذا أردتم 3 ضرب 3 فهي 1 0 0 0 1 0 0 0 1. أعتقد أنك لاحظت ذلك. إذا أردتم 4 ضرب 4 فمصفوفة الوحدة ستكون 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1. يمكنك أن ترى جميع ذلك، أن أي مصفوفة لأي بعد، أعني أنه يمكننا أن نمد هذه المصفوفة لإن ضرب إن. إن لدينا 1 فقط على طول هذه الأقطار العلوية اليسرى والسفلى واليمنى، وكل شيء آخر هو 0. لقد أخبرتكم بذلك. دعونا نثبت أنه ينجح. دعونا نأخذ هذه المصفوفة ونضربها بمصفوفة أخرى ونثبت أن تلك المصفوفة لا تتغير. فإذا أخذنا 1 0 0 1، دعونا نضع مصفوفة عامة حتى ترون أن هذا ينجح لجميع الأعداد A B C D. كم يساوي هذا؟ ضرب 1. سنضرب هذا الصف بالعمود 1. إذن 1 ضرب A زائد 0 ضرب C يساوي A، وذلك الصف ضرب هذا العمود 1 ضرب B زائد 0 ضرب D ويساوي D ويساوي B. ثم هذا الصف ضرب هذا الصف يساوي 0 ضرب A زائد 1 ضرب C ويساوي C. ثم أخيرا هذا الصف ضرب هذا العمود 0 ضرب B زائد 1 ضرب D. حسنا، هذا يساوي D. لقد حصلنا عليها، وربما يكون تمرين ممتع لتحاول حله بالطريقة الأخرى كذلك. ومن أفضل من الأفضل أن تجربه أيضا مع 3 ضرب 3 وسترى أن جميعها ستنجح. والتمرين الجيد لكم هو أن تفكروا في سبب نجاحها، وإذا فكرتم به فهو بسبب حصولكم على معلومات الصف من هنا ومعلومات العمود من هنا. وفي أي وقت تضربون به، دعونا نفترض هذا المتجه ضرب هذا المتجه، تضربون العبارات المتماثلة ومن ثم تجمعهم، أليس كذلك؟ فإذا كان لدينا 1 و0 و0 سيتم حذفه أي شيء ما عدا العبارة الأولى في المتجه العمود هذا، ولهذا السبب يتبقى لدينا A، ولهذا السبب يتم حذف كل شيء ما عدا العبارة الأولى، ولهذا السبب يتبقى لدينا B، وبشكل مشابه هذا سيحذف وكل شيء في هذه العبارة الثانية، ولهذا السبب يتبقى لدينا C.
ومن ثم يتبقى لدينا الدي، ويتم تطبيق الشيء نفسه على متجهات 3 ضرب 3 وان ضرب ان. إذن لدينا متجه الوحدة. الآن إذا أردنا أن نكمل التشابه، دعونا نفكر بهذا. نحن نعلم في الرياضيات العادية إذا كان لدينا 1 ضرب A سنحصل على A، ونعلم أيضا أن 1 على A ضرب A هذا مجرد رياضيات عادية لا علاقة له بالمصفوفات ويساوي 1. وتعلمون أننا نسمي هذا بمعكوس الـ A، وهذا أيضا يعادل القسمة على العدد A. إذن هل يوجد تشابه مصفوفة؟ دعوني أغير الألوان لأنني قد استخدمت هذا اللون الأخضر. هل هناك مصفوفة؟ حيث إذا أردت الحصول على المصفوفة A وضربتها بهذه المصفوفة سأسمي هذا بمعكوس الـ A. هل هناك مصفوفة يكون ناتجها ليس العدد بل سأحصل منها على 1 يعادل 1، حيث أحصل على مصفوفة الوحدة؟ وسيكون من الجيد أيضا إذا كان بإمكاني أن أقلب عملية الضرب هذه. إذن A ضرب معكوس الـ A يجب أيضا أن يساوي مصفوفة الوحدة. وإذا فكرتم بهذا، إذا كانت كل هذه الأشياء صحيحة، بالتالي ليست معكوس الـ A فقط سيكون معكوس الـ A، بل A أيضا سيكون معكوس معكوس الـ A. إذن هما معكوسان، وهذا هو كل ما قصدت قوله. يتبين أن هذه مصفوفة تسمى بمعكوس الـ A كما قلت. والآن سأريكم كيفية حسابها، دعونا نفعل ذلك. إذن سنرى أن حساب 2 ضرب 2، رغم أنكم ربما كنتم تفكرون بأنه غامض بعض الشيء كما في كيفية حصول الأشخاص على ميكانيكياتها أو لوغاريتماتها، 3 ضرب 3 تصبح متشعبة، و4 ضرب 4 ستتطلب منكم طول اليوم، و5 ضرب 5 سترتكب أخطاء عن غير قصد. إذا كنت تجد معكوس مصفوفة 5 ضرب 5 ومن الأفضل ترك هذا للحاسوب. لكن على أي حال، كيف نحسب المصفوفة؟ دعونا نفعل ذلك ومن ثم سنثبت أنه المعكوس. إذا كان لدي المصفوفة A وهي A و B C و D، وأريد أن أحسب معكوسها، في الواقع أن معكوسها، وهذا يبدو وكأنه شعوذة، في العروض المقبلة سأعطيكم مزيدا من البداهة عن سبب نجاحها، أو في الواقع سأوضح لكم أكثر. لكن الآن من الأفضل أن نحفظ الخطوات حتى تكونوا واثقين، ويمكنكم حساب المعكوس. إنه يساوي 1 على هذا العدد ضرب هذه الـ A ضرب هذه الـ D ناقص B ضرب C، AD ناقص BC، وهذه الكمية الموجودة في الأسفل أي AD ناقص BC تسمى محدد المصفوفة A، وسنقوم بضرب هذا. إنه مجرد عدد، هذه كمية متدرجة، وسنقوم بضرب ذلك ب نبدل الـ A والـ D، نبدل أعلى اليسار وأسفل، فيتبقى لدينا D و A، وتجعل هذان، أي تجعل أسفل اليسار وأعلى اليمين، تجعلهم سالبان. إذن سالب C سالب B، سالب B وسالب C. والمحدد مرة أخرى هذا الشيء ستأخذه ببعض من الثقة التامة الآن. في العروض المقبلة أعدكم بأنني سأعطيكم أكثر، لكنه مع التمرس ستصبحون تعلمون ما هو محدد الـ A. وإذا فعلتم هذا في المدرسة الثانوية فعليكم أن تعرفوا كيف حسابه، رغم أنني لا أحب أن أقول لكم ذلك. ما هذا إذن؟ هذه أيضا يسمى بمحدد الـ A. ربما ستواجه في الامتحان أوجد محدد الـ A، دعوني أقول لكم ذلك. وهذا يرمز له بالقيمة المطلقة لـ A، هذا يبين رمز القيمة المطلقة، وهذا يساوي AD ناقص BC. ولقول ذلك بطريقة أخرى، فإن 1 على محدد الـ A، إذن يمكنكم أن تكتبوا معكوس الـ A يساوي 1 على محدد الـ A مضروبا ب
دي وسالب بي وسالب سي واي على أي حال ننظر إليها، لكن دعونا نطبق هذا على هذه المسألة، وهذا ليس بهذا السوء. إذا دعونا نغير الأحرف حتى تعرفوا أنها ليست دائما يجب أن تكون A. لنفترض أن لدي المصفوفة B، والمصفوفة B هي سأختار ثلاثة أعداد عشوائية، وسالب أربعة واثنان وسالب خمسة. دعونا نحسب معكوس ال B. معكوس ال B يساوي واحد على محدد ال B. ما هو المحدد؟ إنه ثلاثة ضرب سالب خمسة ناقص اثنان ضرب سالب أربعة. ثلاثة ضرب سالب خمسة يساوي سالب خمسة عشر، وسالب اثنان ضرب سالب أربعة يساوي اثنان ضرب سالب أربعة يساوي سالب ثمانية. سنقوم بطرح ذلك، إذن سيصبح موجب ثمانية، وسنقوم بضرب ذلك بماذا؟ حسنا، نبدل هاتان العبارتان، إذن سالب خمسة وثلاثة، ونجعل هاتان العبارتان سالبتان، سالب اثنان وأربعة. كانت سالب أربعة فتصبح الآن أربعة. ودعونا نرى إذا كان بإمكاننا إيجاد معكوس ال B. معكوس ال B يساوي سالب خمسة عشر زائد ثمانية، تلك يساوي سالب سبعة. إذن يساوي واحد على سالب واحد على سبعة. إذن محدد البي يمكننا أن نجده وهو سالب سبعة، وهذه واحد على سالب سبعة سنقوم بضربها بسالب خمسة وأربعة وسالب اثنان وثلاثة. ما يساوي؟ هذا مجرد تدرج. إذن نضرب بكل واحد من هذه العناصر، وهذا يساوي موجب خمسة على سبعة ناقص أربعة على سبعة، دعونا نرى، وموجب اثنان على سبعة، اثنان على سبعة، ثم سالب ثلاثة على سبعة. إنها متشعبة قليلا، حصلنا على كسور هنا وأشياء أخرى، لكن دعونا نثبت أن هذا هو معكوس المصفوفة B. دعونا نضربهم، وقبل أن أفعل ذلك علي أن أصنع مساحة، سأترك مساحة فارغة هنا. لن أحتاج لهذا بعد الآن. حسنا، دعونا نثبت أن ذلك ضرب هذا أو هذا ضرب ذلك يساوي مصفوفة الوحدة. لنفعل ذلك دعوني أغير الألوان. إذن معكوس البي، معكوس البي هو خمسة على سبعة، هذا إذا لم أرتكب أي خطأ غير مقصود. سالب أربعة على سبعة واثنان على سبعة وسالب ثلاثة على سبعة. دعوني أضرب ذلك ببي. ثلاثة ناقص أربعة واثنان وناقص خمسة، وهذا سيكون ناتج المصفوفة. أحتاج بعض المساحة حتى أقوم بالحسابات، دعونا نرى، دعوني أغير الألوان. سأخذ هذا الصف ضرب هذا العمود، أي ثلاثة ضرب خمسة على سبعة كم يساوي؟ خمسة عشر على سبعة، زائد سالب أربعة على سبعة ضرب اثنان، ودعوني أتأكد من أن سالب أربعة على سبعة ضرب اثنان هذا صحيح، خمسة عشر على سبعة
صحيح صحيح. 2 ضرب 4 إذا سالب 8 على 7. الآن سنضرب هذا الصف بهذا العمود، أي 5 ضرب سالب 4 وتساوي 20 على سالب 20 على 7 زائد سالب 4 على 7 ضرب سالب 5 ضرب سالب 4 على 7 سالب 5 ضرب سالب 4 على 5 ذلك زائد 20 على 7 وبدأت أتأنى، علي أن أحل ضرب المصفوفة بكسور سالبة، لكن هذا تمرين جيد لعدة أجزاء من الدماغ. لكن على أي حال دعونا ننزل إلى هذا الصف. الآن سنضرب هذا الصف بهذا العمود، أي 2 ضرب 2 على 7 ضرب 3 وتساوي 6 على 7 و2 ضرب سالب 3 على 7 وتساوي سالب 6 على 7. تبقى عبارة واحدة، اقتربنا. 2 على 7 ضرب سالب 4 تساوي سالب 8 على 7. أخذت 2 على 7 وضربته بسالب 4 فكان ناتج سالب 8 على 7 زائد سالب 5 ضرب سالب 3 على 7. إذن يتم حذف الإشارة السالبة ويتبقى لدينا موجب 15 على 7. وإذا بسطنا ذلك على ماذا سنحصل؟ 15 على 7 ناقص 8 على 7 تساوي 7 على 7، أي حسنا هذا يساوي 1، وبكل وضوح هذا يساوي 0، وهذا يساوي 0. 6 على 7 ناقص 6 على 7 يساوي 0، ثم لدينا 15 على 7 زائد 8 سالب 8 على 7 ويساوي 1، وحصلنا على هذه. لقد سعينا لعكس هذه المصفوفة، وكان في الواقع إثباتنا أصعب عندما قمنا بضرب المعكوس، ولأنه علينا أن نقوم بحساب ذلك. لكن أتمنى أن هذا أرضاكم، ويمكنكم أن تحاولوا حل ذلك بالطريقة الأخرى حتى تثبتوا أنه إذا ضربتم باستخدام الطريقة الأخرى ستحصلون أيضا على مصفوفة الوحدة. لكن على أي حال هكذا سيكون معكوس 2 ضرب 2، وكما سنرى في العرض التالي حساب معكوس مصفوفة 3 ضرب 3 سيكون ممتعا أكثر. أراكم قريباً.